السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زين. معكم جيم قناه برجكم بحلقه جديده. طبعا يا شباب، اليوم جايكم بحماس وبنفس الوقت بحزن، لانه صار لي تقريبا شهر اذا انزل حرفيا ما استفاد ولا شيء ولا شيء ولا شيء من الفيديو، ولا حتى يعني حرفيا المشاهدات بالقوه دي تصعد، بالقوه بالقوه يجي لازم انشرها بكل مكان. يلا تصعد شوي يعني ما توصل ل 150. اخر 5 اشهر هيجي كانوا مشاهداتي يعني يتعدون ال 400 و 300 نوعا ما، كانت كلش زينة وكنت راضي بيها. بداية مثل ما تشوفون ها هي المفاجأة، وليش سحبت عليكم؟ لاني حولت كيورد ماوس يا شباب، وراح احكي لكم يعني بعد المونتاج راح احكي لكم قصتي شلون حولت وكل يوم ايش سويت وليش اعداداتي اختلفوا والكيبورد الماوس ليش خرب وشلون انكسر، هو هاي الشغلات راح احكي لكم. طبعا بداية لا اعرف اسم الكيبورد ولا اعرف اسم الماوس، يعني المهم اشتريتهم جربت، قلت اول شي بداية التجربة اول يوم اول اسبوع وعجبني السالفة وقلت لا لازم استمر واطور اكثر. فبس ما رد اطول عليكم اكثر من هيجي يا شباب، تنتظر اللايك بليز، وصلونا 1000 على ما نفتح فيس كام قريب. فبس ننتقل للبروجريشن الويكلي اللي هو كل يوم تطوري واعداداتي وتطور اعداداتي وتطور ايمي وكل شيء، فراح تشوفونه قدامكم. فبس لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والاشتراك، كان معكم جيمي من قناة سنيبو. بس بيس اوت، خليكم ويا مقطع. اوكي شباب، طبعا هذا دا احكي يعني خارج التصوير، للاسف ما لقيت فيديوهات اليوم الاول، هذا اليوم الثاني كان الي. بالنسبه للايديت كان كلش زين، لانه تعرفون الايديت سهل بالكيبورد وماوس، مثل ما تشوفون قدامكم دابني بالاف 1 اف 2 هذولا. طبعا هاي مجرد كانت مثل خدعه، انا ما كنت ابني بيهم، ما اتذكر الازرار لكن اتذكر الجدار كان بالكيوب. فيب يا شباب، يعني هذا المستوى لليوم الثاني، وراح تشوفون المستوى يعني كل يوم. طبعا دا احكي ورا التصوير وورا كل شيء، يعني حاليا دا احكي ويا المونتاج. فيب مثل ما تشوفون قدامكم ما كنت اصلا 90 اعرف اسوي بالقوه دا اسوي 90، وحاولت يعني قمت احاول ثانيه اني اسوي 90 ويا ارضيه. مثل ما تشوفون مرات ما دا انسى يعني اسوي ارضيه. فيب بالنسبة ليوم الثاني اللي هو هذا، اعتبروا يوم اول تقريبا كنت منوب اكثر بزيادة، صارت مشكلة بالمونتاج للاسف شباب طلعني من البرنامج. المهم حرفيا قلت اني كنت منوب، بس حرفيا ادت 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 بس اعرف ادت، لانه ادت سهل والريسيت اسهل بعد، الريسيت سكرول ويل بس نزل لي جوا ويسوي لك ريسيت. هنا انا كنت فرحان، هذا باليوم الثالث نهاية اليوم الثاني بالليل، كنت فرحان اني دا العب بهذا الماب وهيك، يعني شوفوا شلون دا اسوي ادت درج وارضيه سريع، كنت يعني فرحان بشكل مو طبيعي، قلت والله مستواي جاي يتطور بشكل وما اعرف شنو. فطبعا انا ما سويته كامل بس هيك يعني مود الادت. ويب هذا كان ادتي لليوم الاخير من اليوم الثاني، نهايه اليوم الثاني بالليل. بدينا من اليوم الثالث واعداداتي شويه تغيروا، لا ما تغيروا اتوقع، ما اعتقد انهم تغيروا، حاولت اغير اشياء بسيطة لكن ما شفت اي شيء اقدر اغيره، فقلت خلاص ما اغير ولا شيء. فمثل ما تشوفون اعدادات مو كلش زينة نوعا ما، اذا الليفت تاب هو عفوا ليفت ال ال اي ال تي اللي هو فخ، شيء غريب نوعا ما. وخذت اعداداتي يعني من يمي خذت، يب باليوم الثالث او الرابع ما اعرف، هنا انا اخذت افضل اعدادات افضل لاعب عربي يمي، يعني تقريبا تقدر تقول بالشرق الاوسط، اللي معروف طبعا هو ميثك، بالنسبه لي هو افضل لاعب واقدر اقارنه بلواعيب عالميين. فاخذت اعدادات وقلت الا اخلي اصير مثله واقوى منهم، بس اعداداته طلعوا صعب وللاسف ما ثبتت عليهم، وكل نصايح اليوتيوب قالوا لا تثبت على اعدادات يوتيوبر او محترف، خليك باعداداتك انت. فيب قلت خلاص انا راح اثبت، بس مثل ما تشوفون ده الايديت يعني والبناء راحوا من يمي، ما اعرف صاروا غريبين بشكل. مثل ما تشوفون قدامكم مرات ده اغلط، وبالنسبه للمونجرا الكلاسيك كانت اسطوريه. هنا أنا نهايه اليوم كانت كلش فرحان بايديتي الاسطوري، مثل ما تشوفون قدامكم يعني ايديت كان خرافي بشكل مو طبيعي. فيا شباب ما احكي هوايه،
خليكم ويا المقطع، وان شاء الله ارجع بنقطة مهمة. يعني راح حاليا اروح لما تجي نقطة مهمة راح ارجع، وبس خليكم ويا المقطع. اوكي شباب، باك هنا أنا تقريبا ثبتت على الاعدادات ذولا حاليا. شوفوا اديت شلون صار اسطوري هنا أنا. شوفوا السرعة وشوفوا الحركة مالتي صارت نوعا ما احسن، وبنايتي صارت اسطورية بشكل مو طبيعي. طبعا يعني مخليها مفاجأة، ما راح اشوفكم اليوم الاثناعش. طبعا هذا اليوم 12 يوم اني دا العب كيبورد وماوس، ما راح اشوفكم ان شاء الله تشوفون المقاطع جاية. حاليا بس اشوفكم اسبوع على مود، يعني طورت بشكل بين اسبوع وش اسمه. فشوفوا يا شباب، شوفوا اديتي وشوفوا الوقت اللي راح اجيبه، تقريبا قريب للرقم القياسي العالمي اللي هو اتوقعوا 14 ثانيه. راح تشوفون اني ايش قد جبت هسه قدامكم، راح تشوفون مثل ما تشوفون قدامكم اعدادات دمجتها بين اربع يوتيوبرز، ثلاثه اجانب وواحد عربي، ودمجت بينهم وحاولت اسوي لي اعدادات خاصه وسينس خاصه. شوفوا الوقت يا شباب، وشوفوا الوقت صار لي هذا بعد رابع خامس يوم اتوقع، ويب هذا السادس يوم شباب، واللي هو للاسف اتوقع هو الاخير، ما لقيت غيره. لو سادس يوم راح يجيكم بعد فيديو سابع يوم، ما متاكد، لكن شوفوا التطور بين فرق اول يوم واخر يوم. روح لدقيقه واحد او 50 ثانيه 20 ثانيه وشوف الفرق بين لعبي قبل وحاليا. والله اكو فرق بشكل مو طبيعي، بشكل مو طبيعي. شوفوا الايديت، شوفوا الهرم، سايد جامب، كل شيء تسوي احسن من اول يوم الي. مثل ما قلت بداية كانت تجربة، بس بعدين عجبتني وقلت لازم استمر. وافضل شيء حاليا يعني انا سويته فورتنايت حولت كيبورد وماوس الصراحة، لانه تخليك اقوى كناحية ايديت بناء. حتى البينج يا شباب والله عظيم، حتى البينج نقصت لي اياه. بينجي كان قبل يعني من 90 80، حاليا ما دي يصعد 80 90 60 50 بس. فما اعرف هل اليد جهات تاخذ نت، والله ما اعرف، لكن مستغرب من هالحاله، صار لها اكثر من 10 ايام. فيب مثل ما تشوفون قدامكم هذا هو يعني لعبي، شوف ايش قد صار حلو. سابع يوم هذا وسادس يوم نفس الوقت، ما اعرف شو وقت، لو بالليل صورته، لو هذا سابع يوم الصبح واحد منهم شباب ما اتذكر لانه ما اعرف الوقت. والاعدادات نوعا ما ثبتت عليها الا الفخ، واتوقع ولا شيء ثاني، اتوقع بس الفخ ما اتذكر. فمثل ما تشوفون قدامكم شباب تطور اسطوري بين اول مقطع لعبي واخر مقطع اللي هو هذا. لو تلاحظون اول شيء بالنسبة للمشاكل اللي حاليا داعانيها، مو حاليا بالاسبوع او يعني نهايه الاسبوع، اللي هي الكلاسيك مونغرال كنت اعاني منها هوايه، والتوتر يا شباب، اسف نهايه المقطع، والتوتر يا شباب كنت اعاني منه، بس حاليا مستواي اسطوري. ف اريد انهي المقطع لهنا انا لانه خلصوا كل ايام الاسبوع. فان شاء الله بعدين راح تشوفوا مقاطع اكثر ومستوى اقوى. فبس كان وياكم جيمي، بيس اوت.